بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد الرحمن عزت من كورس لينكس كوماند لاين مع موقع هاكس اونلاين دوت كوم. طبعا احنا ندعوكم في الأول انكم تزوروا موقعنا على www.wakfonline.com أو المنتدى بتاعنا www.wakfonline.com/full أو صفحة الفيسبوك www.facebook.com/wakfonline أو على قناة اليوتيوب www.youtube.com/user/qatarit أو على تويتر بتاعنا www.twitter.com/wakfonline. طبعا ايه هو اصلا وقف اونلاين؟ او تدي الكورس بتاعنا وقف اونلاين هو موقع عربي مجاني بيقدم كورسات مجانيه في مجلات الكمبيوتر يا شباب. طبعا ممكن تزورونا وتعرفوا اكتر عن الموقع بتاعنا. ما هي هذه الدوره او ايه هو الكورس بتاعنا؟ تعالوا كده نجيب قلم. الكورس بتاعنا بيتكلم عن حاجه اسمها لينوكس، حاجة اسمها لينوكس. ايه هو اللينوكس دوت؟ سلاش ويب هذه الدورة لينوكس. ايه هو لينوكس دوت؟ احنا كلنا عارفين ماشي حاجة اسمها مايكروسوفت ويندوز، ويندوز 7، ويندوز اكس بي، ويندوز فيستا، ايا كان. عارفين يعني كتير مننا ما يعرفوش حاجة غير ويندوز. لا، طب ايه هو لينوكس دوت؟ لينوكس دوت عبارة عن اوبريتنج سيستم، ماشي، حاجة اسمها اوبي اوبريتنج سيستم، هو نظام تشغيل، ماشي. كلنا فاكرين ان ويندوز هو اوبريتنج سيستم الوحيد، لا، في حاجة تانية، في حاجات مثلا زي الماك، ماشي، اللي بتعمله شركة ابل، في حاجة زي لينوكس. لينوكس دوت حاجة الناس اللي بتعملها، ماشي. هنعرف يعني ايه قدام في انتروداكشن لينوكس، ماشي. الدورة ديت هتشرح لينوكس من خلال الكوماند لاين، ماشي. طبعا في ناس كتير فاكرة ان لينوكس، يعني الناس اللي عندها خلفية عن ايه هو لينوكس فاكرة ان لينوكس كوماند لاين بس. لا، لينوكس في جي اي، في جي اي جميلة جدا. الجي اي اللي هي الواجهة الرسومية اللي هو الايكونز والحاجات ديت، ماشي. بس احنا في الكورس دوت هنشرح كوماند لاين. طب ليه هنشرح كوماند لاين؟ كوماند لاين في لينوكس جميلة جدا جدا جدا. مفيش حاجة تقدرش تعملها، ماشي، كل حاجة تقدر تعملها في الكوماند لاين في لينكس. هستفيد منها ايه؟ هستفيد منها امان عالي جدا جدا، مفيش فيروسات تدخل عليا، مفيش هاكرز. سرعة الاوبريتنج سيستم لينكس سريعة جدا جدا جدا. مفتوح المصدر، يعني مش شرط ان انا انزل نسخة ويندوز مسروقة بقى واحط كراك والحاجات ديت ويبقى حرام. هلاقي الاف البرامج المجانية، يعني مش هضطر مثلا انا انزل برنامج وانزل الكراك بتاعه وكده اعتبر سرقته. لا، هتلاقي برامج مجانيه مفتوحه المصدر، ماشي. هتلاقي كل برنامج بفلوس، هتلاقي ليه بديل تاني مجاني، وحاجات تانية كتير هنعرفها قدام. متطلبات الدورة طبعا لازم يكون عندنا برنامج في ام وير، برنامج فيرتشوال بوكس. ليه الفي ام وير وليه الفيرتشوال بوكس؟ طب تعالوا اول نقول ايه هو الفي ام وير اصلا. سوري، الفي ام وير والفيرتشوال بوكس ده هتكلم عنه في الجزء بتاعه. ليه هنستخدم في ام وير ونستخدم الفيرتشوال بوكس دوت او دوت؟ ممكن نستخدم في ام وير او الفيرتشوال بوكس. احنا في لينوكس دوت قلنا ان هو اوبريتنج سيستم، فاحنا نضطر ان احنا نشتغل عليه. وبما ان احنا مش مسموح لنا ان احنا نشتغل نسجل ببرنامج غير كامتازيا، فكامتازيا دوت بتشتغل على الويندوز بس، فاحنا نشتغل على الفيرتشوال ماشين ونحط عليها توزيعات اوبنتو او فيدورا، يعني نحط توزيعات كتير، ماشي. يعني هنشتغل اكتر من توزيع، مش اوبنتو بس، ماشي. عن المدرب، انا اسمي عبد الرحمن عزت من خبرتي السابقه. انا كنت بدي كورس لينكس دوت، اديته مرتين او ثلاثه في جامعه رسالة الاعمال الخيريه، وهدي ان شاء الله قريب كورس السي اي اتش، ماشي. وان شاء الله برضه هيكون تبع موقع وقف اونلاين، ماشي. وهدي برضه في جامعه رساله، وكنت هدي في جامعه القاهره اللي هو نادي الكمبيوتر كورس لينوكس دوت، بس الوقت ما ساعش، ما كانش فيه وقت، بس ان شاء الله هيبقى موجود قريب. احنا بننسق دلوقتي في الوقت وبس كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كان معاكم عبد الرحمن عزيز. تابعونا بقى في الدروس الجايه.